مساء الخير يا شيخ الحارة. مساء الفل يا نوسة. بشويش شوية على العسيلي عشان ده لذيذ وعمال يقول لنا أغاني ومفرحنا وحلقة لذيذة. ما تنكتش علينا والنبي. بشويش علي ليه؟ معاك واسطة أنت؟ آه. إيه ده؟ أنت لسه الإفيه ده ما قدمش عندك؟ لا ما قدمش، ده أنا هعمل معاك جميل. هقول لك الحكاية والكواليس. قول لي الحكاية يا شيخ الحارة، أنا قاعد مستني هتقولي الحكاية كلها. فاكر يوم الحفلة دي؟ فاكر يوم الحفلة دي؟ انا عارف انت اتنرفزت ليه. ليه بقى؟ عشان اللي طلب الصورة وقلت له معاك واسطة كان من الناس المنظمين. الله يفتح عليك يا شيخ. قول الحكاية لنوسة عشان مش عارفاها. الله يفتح عليك. طب انت راجل لذيذ اهو، شفت شيخ الحارة جميلة. ما تخافش. ايه الحكاية؟ الحكاية انه كنت انا في الحفلة وبغني في الحفلة، وكان هذا الشخص اللي طلب عمال يتصور وبشكل مزعج جدا كان من منظمين الحفلة، وكان حاطط التيكت بتاعت المنظمين واقف قدام الستيج عشان هم المنظمين اللي هم مفروض ان هو يكون من منظمين الحفل بس، وفضل يطلب ان هو يتصور بشكل مزعج جدا وانا بغني. حقه افندم، حقه نفسه يتصور معاه وعيب. لا مش عيب طبعا، ولكن يتصور بعد ما يخلص، هو من المنظمين، هو المفروض اللي يحافظ على النظام. ما تبقاش نمكي وحنبالي، اهدى شويه. انا مشكلتي ان انا نمكي وحنبالي، اعمل ايه بقى؟ بقول لك ايه، قول لي. السنه دي ماشيه معاك حلاوه مية مية. السنة دي ماشية معايا حلاوة؟ غنى وغنيت ألحان ولحان. الله أكبر، الله أكبر. إيه؟ بس بقالها الحمد لله أربع سنين ماشية حلاوة. مفيش غيرك يعمل الإعلان ده. ما سبتوش يكمل بقية القصة بتاعت الناس. استنى يا شيخ الحارة، أنت النهاردة جاي مالك؟ عاوز بسرعة بسرعة مدافع. عشان ما كملتلناش الحكاية بتاعت المنظمين. لا هو قصة في الآخر، هي بس هي قصة كده، إنه هو كان يعني هو من المنظمين، ومن اي حد طبعا انه حق يتصور، ده شرف ليا انه اي حد يتصور معايا، ولكن هو وانا بغني وهو من المنظمين، هو المفروض يحفظ النظام، وفضل يطلب التصوير بشكل مزعج جدا 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 جدا. تصوير معاك؟ والمفروض وقعدت اقول له استنى شويه بعد ما نخلص، استنى مفيش فايده. فقلت له انت معاك واسطه؟ يعني انت عشان انت من المنظمين يبقى انت معاك واسطه ان انت تتصور، والناس دي كلها اللي عايزه اللي ممكن يتصور ما يتصوروش، فانت ليه انت تتصور هم لا؟ بس وقد كان اتفضل يا شيخ الحارة.